السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا الحين خارج لصلاة العيد، الله يتقبل من الجميع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. لا تنسون تكثرون من التكبير ودمتم سالمين، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وأقولها مرة ثانية، كل عام وأنتم بألف ألف خير. بسم الله. الله يتقبل من الجميع. السلام عليكم، كيف حالك يا عمار؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله. توم بعد حدثك عنهم. بالله. ايه توم حدثهم. ما شاء الله. كل عام وانت بخير يا عمار. وانت بخير وصحة وسلامة. عطنا يا عمار كبر، سمعنا تكبير بشوف صوتك، هات توي كبرت وانا جاي، شو كبر انت؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله شرع للمسلمين عيدين، وهما عيد ايش يا عمار؟ عيد الفطر. عيد الفطر وعيد الأضحى. في عيد الكفار يسمونه عيد الميلاد وعيد الحب، هذه كلها كفر والعياذ بالله. فالعيدين الحقيقي الله العيدين الحقيقي الذي جعلهم الله للمسلمين هو عيد الأضحى وعيد الفطر. الله يجزاك خير. وكل عام وأنتم بخير، وأقولها المرة الثالثة، كل عام وأنتم بخير. بسم الله. أنت مرة منزل وأنت ربك السيارة. ربك السيارة سريع. يلا دخلنا المسجد. بسم الله. أنا الحين رايح للمسجد، الله يتقبل من الجميع. والواجب إذا أحد ذهب المسجد يدخل بالرجل اليمين ويقول اللهم افتح لي باب رحمتك. بسم الله بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، حضور في المسجد ما شاء الله. الله يتقبل منهم، الله يتقبل منهم. ما شاء الله هذا ولدي طيب، تعال طيبني احسحب علي. ما يبغى التصوير. الله
الله يهديك بس خير. سحب علي ها الله يجزاك. تقبل الله من المسلمين جميعا. وين نذهب الحين للبيت؟ السلام عليكم. الليل مثل العيد في حديقة الملك فهد غير. وشي انتم ما شايفين انا لابس كشافة لاني منظم في الحفل. الله يعين. سمعت انه زحمة وانا ادعوكم، ترى باقي 4 ايام، هذا اليوم الخامس، لازم الكل يتواجدون خاصة المتابعين. هذا اول يوم في حديقة الملك فهد، باقي 4 ايام، مدة الحفل 5 ايام. ما انتم شايفين هذه هي الباصات اللي قدامكم توصل لحديقة الملك مجانا، والحفل خاص بالعوالق، ممنوع دخول الشباب في الباصات وفي الحفل، والحفل مجانا والباصات كمان توصل مجانا، والسبب لأن لا يوجد مواقف داخل الحديقة، وبرا توجد مواقف متوفرة. زي ما انتم شايفين انا عمار لو انا الحق الباص، لان احنا تاخرنا شوي عن الدوام. يلا نتقابل داخل الباص. بسم الله. الان انا متوجه الى المهرجان. ما شاء الله الاضاءة رائعة والتنظيم رائع، ما شاء الله يجزي الدولة خير الجزاء على النظام الرائع، الله يجزاهم خير. هذا ما شاء الله مدخل المهرجان، ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وفي طريق محمد تحت. جيتم شايفين هذا الحضور حفل حكاية العيد في هذيك الملك فهد، وهذا اليوم الأول ما شاء الله الحضور كثرة. يا ليت كمان ننقسم قسمين أولاد وبنات، خلاص نقسم قسمين اولاد وبنات عشان الاولاد يتحدوا البنات ونشوف البنات يقدروا يفوزوا على اولاد او لا. يلا يا سلام. حلوين حلوين حلوين. طيب خلينا نسمع البنات، خلينا نسمع البنات. بنات جاهزين؟ لا ابغى اسمع صوت اعلى واقوى. جاهزين؟ يا سلام عليكم. طيب والاولاد، الاولاد جاهزين؟ الله ما شاء الله الولاد عددهم قليل وصوتهم أعلى، كمان أعلى شباب جاهزين؟ أكيد العيال صوتهم عالي. طيب أكيد العيال صوتهم عالي. البنات أو الأولاد راح يبدأ معانا فقرات ومسابقات. يا ساتر. اتفقنا؟ البنات عالي. إحنا والجاز أنا. طيب بس قبل أن نبدأ فقرات ونسمع صوت من الكنترول، الله يعطيك بالعافية، سمعني تحية للكنترول، سمعني تحية قوي. يستاهل الكنترول أول تحية. الآن الآن الكنترول إيش راح يعطينا؟ راح يعطينا نفس الأحزوجة اللي كانت في الأوبريت اللي هي تقول مدينة مدينة، وكلنا نكون رافعين يدنا فوق ومع الأحزوجة. اتفقنا؟ اتفقنا؟ كنترول معانا كنترول. يلا تعطينا مدينة. مدينة تبع الأوبريت. يلا كلنا يدنا فوق. كلنا يدنا فوق. يلا يلا كلنا يدنا فوق، كلنا صغار وكبار كلنا يدنا فوق. يلا يلا أهل المدينة. يلا
انت وين انت الحين؟ يلا كلنا يا تلفون اليدين الدولة خير جزاء على التنظيم الرائع، والله تقدر جهودها ولن نوفي بحقها، والله جزاها الله خيرا. ولا تنسون أن تدعو لها الدولة بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ويحفظ الملك سلمان وولي عهده. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. إليك رسول الله بالقرب نرتوي ونجري التحايا من جوار كل ما فيها تحايا وهدف، هم أهل التبسم وقد جبلوا على ذلك، وما أنا إلا نقاط بقلوبهم المستشرة. لهذا فأنا واحد منهم وأشبهه من أول تكبير إلى أسعد طفل صغير. أوريكم الأسواق التراثية، تصميمها تصميم قديم. بسم الله، خلونا نشوف مع بعض.
السلام عليكم. شوفوا كيف ليبانها من خشب واسامي اسواق كمان زي زمان، دكان الحاره النجاره. ويمكن في هذا الممر اكثر من 50 سوق تقريبا، وكلها تراثيه، الفنون والخط النجاره العاب اطفال. انظر النجاره زي ما شفتم والعاب اطفال اللي يبيع الجره، كل اسواق قديمه كانك عايش المدينه قديمه. اوكي شايفين مركز الحي، عايشين مرة مدينة جديدة، تصميم رائع في الطرايع جدا. سواق قديم بعضهم شوية متحضرة، قديم ما كان في جوالات، تونا شايفين سوق جوالات. سواق الذهب مفضل، كيف الفنون الخط، كيف الخط ان شاء الله. هذه العطارة اللي بيع عشاب مع عشاب، هذه بقالة كذا. نكون خلصنا الممر، تصميم رائع جدا، تصميم رائع جدا. الو شايفين، لقينا هذا المربع تقريبا نفس فكرة الممر، ولكن كأنك داخل حارة. حتى زي ما شايفين هناك في جلسة في النص، جلسة عوائل، تصميم رائع جدا. هذه محلات استعظمها مقفلة. هذا اليوم الثاني والأجواء رهيبة، الله يجيب الأمطار جميع بلدان المسلمين، اللهم اغفر. أحد يا ضايع تعال أقول لك، أحد يا ضايع تعال أقول لك، المعسكر من تحت ظلها يلا يا جلاد تفعلون أشواق، على الجوار يدخل البيت وبين أفراد، يسأل بني وبين أفراد، يكلمه لا يكلمني، يكلمه لا يكلمني، وبالخبر يسلم أعلى، وبالخبر
يومك مليئا بالكوابيس، ستعلم أن هناك شيئا يضايقك، فانتظر المصير. وفي الختام، لعل الفلوب أعجبكم، لا تحرمونا من دعمكم، ولا تنسون الاشتراك واللايك والنشر. صح، أنا نسيت أخوي الصغير عبد الله، وعدته إنه يتصور معي في نهاية الفلوب. عبد الله، عبد الله، عبد الله. بختم الفلوق ليه ما جيت؟ والله عشانك وعدتني، وقت المنافق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وأنا وعدتك ووفيت وعدي. أوه راسي، إيش فيك تضحك؟ الذكر انتهب عليك؟ لا لا، هو مفتوح كذا. عيد المشاهدين، عيد. يا هلا بمتابعينا قناة عبد العزيز، أخي عبد العزيز الحربي. كل عام وانت بخير. وانت بخير، وانت بخير، بس راسي ما بخير. ما تشوف شر، ما تشوف شر. تعال، وين رايح؟ خلعني وجهك. وش خلعك؟ هذا كله منك، هذا انت اللي سويته، ما سويته انا اديك. وصار السقف البناء ما ضبطه زين، ما تبغى تشوف الهداء اللي سويته للجمهور؟ لا لا بشوف. يلا خلوكم على الهداء. قبل الله منكم صالح العمل، وحقق الله ما ترجون من املي، وسجل الله اجرا في صحائفكم بالفضل رغم ما قد كان من خلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجعا راق وفي المقن. يا ربي زينهم بديني واسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجعا راقع وفي المغني. يا ربي زينهم بديني واسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحنن. يا ربي واجعل لنا عيدين يجمعنا في جنة الخلد يا ذا الفضل يا مني. أنا وين؟ في الملعب؟ أردت قدام المتابعين. عسى الفلوق أعجبكم؟ بسم الله. عندما تستيقظ من الكابوس تحمد الله أنه لم يكن في الواقع. شفت يا أخوي عبد العزيز؟ شفت يا أخوي عبد العزيز؟ لا لا تحلمت حلم بسيط بس. شكرا يا حافظة. ما تبغون تعيدون متابعيني؟ لا 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 لا. نبدأ بالحافظة. قبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وانت صايم؟ العيدين. وانت يا عم وانتم بخير. وبخير للجميع المسلمين. لا تحرمون من دعواكم ودعمكم كمان. تدعون لأخوي الصغير صهيب، يده هذه تعبانة، واللهم اشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين. ولكن هذه ليست وداعا، بل هذه وداع للفيديو، وإن شاء الله تشوفونا بمقاطع أكثر من كذا، أنا وصهيب وعبد الله وحفصة. ويلا نبغى نودعهم مع بعض. مع السلامة. كواليس. رأسي. خذ شفي. عيدين يا حفصة وش هي أنت؟ عيدين. الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.